بتعمل ايه هندسه؟ بص يا عم، مبدئيا ده بانيو وجاكوزي 193 136 في 193. فاحنا بنعمل ايه يا عم عمر؟ اول حاجه، اهم حاجه نعتمد على المشايف، الميزان هنا والميزان هناك. بنبدا نعتمد ان احنا نثبت البانيو معانا ميزان على قد ما نقدر، على قد ما ده بانيو كبير، فالشفه دي ما بتبقاش ميزان قوي، لان هي بتبقى ايه؟ بقى عيب تصنيع حاجات عبيطه، حاجات بسيطه خالص. فانت بتحاول قد ما تقدر خالص تخليه ايه؟ ميزان. تمام كده؟ زي ما انت شايف هذه الميزان كده هناك، تعد له حته زوم. ده كده بالنسبه لايه؟ للموازين بتاعتك يا عم عمر. طيب لو انت جيت بقى هنا، انزل تحت كده بقى، انزل تحت كده، شايف الرجول دي؟ انا ببدا اثبت الاربع او الست رجول داير داير، وببدا بقى اخد الرجول اللي في النص اظبطها عليها عشان اظبط البانيو معايا على قد ما اقدر. بعد ما بنخلص تظبيطات وتربيطات والكلام ده، طبعا ده الصرف هنا اهو، بعد ما بنخلص تظبيط وتربيط بنعمل ايه بقى يا عم عمر؟ بنروح لك جاي عاملين بالقلم. هتشوف، بص ما تسبقش الاحداث، خليك معايا ما تروحش في اي حته.